رح ناخذ مقادير فطاير الكشك من تحت ايدين السيدة ام عصام. كيف بتعملها؟ كيف بتشكلها؟ وشو هو الكشك؟ خلينا نشوف المقادير على الشاشة. لتحضير فطاير الكشك بدنا 2 كوب من الكشك، معلقة صغيرة من الزعتر، بصل مفروم بدنا 2 حبة، العجين 4 كوب طحين، معلقة كبيرة من السمسم، معلقة كبيرة من حبة البركة، نص معلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة. وسلامتكم وتعيش. أنت بدك تخلي المنسف بطنجرة، أنا بدي أحطه عشان إيش؟ الشراب. هاي كمان الكفكيرة كما جرت العادة. أيوة عشتي. طبعا هذا اللون لون شوية الكركم اللي حطته أيوة. إلى السمن. تمام عشتي، سلم إيديك يا رب من قلب إربد. عن جد أكل كتير بتجنن، الله يعطيكم العافية، وما في أزكى من هيك من سميح الزعبي. يلا ست الكل، هاي الشراب جاهز، وخلينا نشوف العجينة. هلأ العجينة اللي أعطيناكم مقاديرها، يلا ستي، وهاي كمان الكشك. يلا احكي لنا أكثر عنها وطريقة تقديمها. يلا معك. الكشك أكل كمان قديم كتير. نعم. كانوا يطبخوا نفسها السميدة أو البرغل اللي هو القمح المسلوق واللي بكون على الخشن يعني. نعم. يسلقوا ويطبخوا يعني نص طبخة، مش يعني استواء كامل. ويجيبوا لبن جامد يكون يعني مش رخو يعني، ويخلطوا للسميدة ويتركوه خارج الثلاجة 3-4 أيام. نعم. تامنوا إشو يكشك. نعم. ينشف. يعني تشتش شوي. يتشتش. نعم. يعني وخاصة يعملوه بالأيام الصيف عشان تكون الدنيا فيها شمس وحم. صح. ويضبوا أو يشروه على قماش تامنه ينشف ويخبوه لل... هذا هو الكشك لأيام. هذا هو الكشك. نعم. لما نيجي نستعمله بننقعه بشوية مي وبنحط عليه كمان إذا بدنا منزيد لبن. بطلع حموضة، بس بنذبل له نتفة بصلة ومنخلط له إياه. البصل لازم تكون باردة. البصل لازم تكون باردة، ولضيق الوقت أنا حطيتها يعني مبدئيا. يلا ستي، العجينة الخاملة نفس المقادير اللي أعطتهم إياها، وحط عليها أنت قزحة وسمسم محمص. العجينة خامرة معروف كل الناس بتعرف تعملها. نعم أكيد فيهم البركة. هاي زعتر. لم يعط الله بتقول منسف الكشك صحي أكثر من منسف الرز، هي أذواق أكيد، لكن إحنا كل إشي بدكم إياه بنقدم لكم إياه. محمود البطوش وعبد حردان بني صخر، تحية من بني صخر لجماعة التلفزيون الأردني. نعمل الفطيرة. يلا ست الكل الفطيرة، رح ناخذ العجينة. طبعا أنت بتمديها على صدر كبير، بتمديها كتير. بمدها عشان بس عشان المكان ضيق شوي. نعم. يلا نشوف معاكي هديل الخضر بتصبح علينا، الفجر شرمان صباح الخير، عبد حردان بني صخر، تغريد الزحراوي ألف صحة وهنا على قلوبكم، أحمد محمد القطارني. هاي الفطيرة الواسعة. يلا ست الكل، خلينا نشوف أم أحمد شو رأيها بمنسفنا لليوم. ألو صباح الخير. يا صباح الورد، يعطيك العافية يا شيف. صباح النور والسرور، يعافي عمرك. أحمد حنتولي معاكي. أهلا وسهلا فيك ستي، نورتينا. أهلا فيك. المنسف هذا أكلته أنا بدرعة بسنة 90 بشهي، عن جد بشهي يسلم إيديها، كان نفسي أعرف كيف بتنعمل. إن شاء الله نكون أضفنا لك اليوم إشي واستفدتي شوي من تقريبا. سلم إيديكم عن جد بشهي بشهي، يسلموا إيديكم وشكرا لضيفتك وما شاء الله عنكم، والله إنكم بتجنن وما شاء الله عنكم، الله يعطيكم. طول عمرك ستي بخدمة عيونك، إحنا نتمنى حبيبتي نكون حبيبتي لكم شكرا لكم يا عمري. حبيبتي هلا فيك. هلا وسهلا فيك ستي الكل بخدمة عيونك. هلا إن شاء الله بتجربيه وبتستفيدي منه. لم يعطل بتقول الجريش هو نفسه البرغل الخشن. نعم ستي، بس له أسماء من كل مكان لمكان. نعم. محمود البطوش بتسلم عليكم، رهف البطوش وبلال خويلة نوارة يا عمتي، الله يسعده. وأكيد رح نجرب هاي الوصفة من عبد القادر فهد الحمايدة، شريفة طباخي رح نجربه، شكله زاكي وطريقة حلوة وبكفي إنه نعملها صح. تمام. سمدها
أنا يعني بالبيت بمدها أكثر. مدي يا ستي مدي، ما إحنا معك ها. هاتي. لا لا ما بدك أرفع ماشي أمر. يلا عرفتي مستنى كمان شوي برتاح بقدر عشان تمد أكثر. أفتح أكثر. نعم. أنت بتمدي بصدر ولا بتمدي على الطاولة؟ أنا بمده على الطاولة، عندي طاولة. أنا بقول لأنه حجم الرغيف اللي أنت جايبتي ما فيش صدر بحجمه. لا بمده على الطاولة وبمده على قفل صدر يعني مرات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا شوفوا الخير، الله يديم الخير على الجميع يا رب. هاي فطاري اللي بعملها للزباين هيك يعني. نعم هلأ هون عاملة رغيف ما شاء الله، هو رغيف ورغيف يحمل اسمه بال يعني شكلا ومضمونا. واحد بالكشك والثاني بالسبانخ. معنا اتصال كمان كشك. يلا معنا كمان اتصال. الو صباح الخير. الله يسعد هالصباح، كيفك؟ الله يسعد هالصوت الحلو. اهلا ست الكل. منى ايمن. اهلا فيك يا ستي نورتينا. والله شو الابداع هذا، شو الابداع يعني اصلاطا لعيونك دللي. تسلمي عيونك. طبعا انا المنتج بعشقه بكل انواعه. نعم. بتعملي انت في بيتك؟ انا معلوم بعمله، انا عندي طريقه بعمله بدال الرز برغل. نعم احنا بنعمله بالبرغل. وأهل بيتك بيحبوه عادي كبار صغار؟ أهل بيتي بيحبوه كثير طبعاً، بس بده يكون البرغل بالدور بعد ما يتفلفل يتعجن منيح منيح وبعدين يتسرب بالسمنة البلدية والملحية. نعم نعم. وكل يا علا. يا سلام صحة وهن على قلبك، تعيش إيدك إن شاء الله. يسعدها صباح الحلو للضيفة كمان. حبيبتي يسعدك ويطول عمرك. هلا ستي صباح الورد. هيك صار جاهز على الفرن. نعم على الفرن اللي هو بنعطيه لون من تحت وبعدين تحمير وبعدين بنعطيه من لون. اذا انت بتوافقين الراي انا او المتصل الكريم بانه القائد الاول في المطبخ لحتى اعلم اولادي او ما اعلمهم اقربهم او ابعدهم من الاكلات الشعبيه هو الام؟ اكيد. شو رايك بهالكلام؟ اكيد يعني لما يكون معها مجال الام بقرب البنات معها بتقدر تعلم هون هيك هون بتعلموا يعني أكيد يعني أعتقد أنا برأيي إنه بما إنه الأم هي اللي بتحضر هذه الأطباق الأم مدرسة. وأبنائك بيتعلموا أبنائك بيتعلموا هالأطباق بوجودها بيأكلوها باستمرار بتعود فخلص استقبلها. أكيد. طيب هلا إحنا هون ستي بالنسبة للعجين أنت عجنتيها بزيت زيتون. قديش مهم زيت الزيتون لرطوبة العجين أحسن من السمنة ولا زيت نباتي مثلا إذا بدهم الستات أو سمنة بلدية؟ ما رأيك؟ ما إلا الزيت للعجين بس السمنة ما بشجعها. نعم. ومفضل أكثر وصحي أكثر. نعم زيت الزيتون يعني كل شيء له شيء يعني مثل المنسف بده سمنة بلدية ما بزبط بدون سمنة بلدية. تمام. أما الفطاير لا زيت طلي كله زيت الزيت. طيب هلأ إحنا هون بالنسبة لخمل العجينة قديش لازم تكون العجينة مثلا خميلة رفيعة كثيفة قديش مهم؟ كل ما كانت رقيقة بتكون أطيب. كل ما كانت يعني رقيقة بتكون أطيب. زي مطابق البصل خبز البصل. كمان هذاك بيجي طبقات أكثر. طيب. يعني هلأ هون زي ما أنتم شايفين بالشكل النهائي بعد ما خبزناهم هذا هو رغيف الكشك ورغيف السبانخ، بالإضافة كمان هي جابت لنا الضيفة كما جرت العادة من كل الأردنيين والأردنيات دائما شيمهم الخير والعطاء ما شاء الله الله يطرح البركة. زي ما أنتم شايفين جايبة مطابق بصل بالإضافة إلى قطع من الدجاج زي ما بيقدموه بالرمثة ورغيف من السبانخ والكشك، وأخيرا زي ما إحنا عملنا اللي هو منسف السميدة أو القمح الخشن مع قطع اللحم بحده بده يكون يكون في كمان الشراب وزي ما هم بيقدموه في قطع من اللي هي الكبة المهبلة. قديش ستي في بعض الكومنتات بتقول لأنه الرمثة قريبة من درعة أو من الشام فهو نوعا ما بيشبه المنسف السوري. المنسف السوري ما بحطوه معاه عدس. بعملوه بدون عدس ولما بيطبخوه بيخلطوا له اللبن كمان. احنا لا يعني زي ما على الطريقه هاي بالسمن البلدي والعدس يعني بيشبهوا بعض احنا قريبين على بعض يعني انت اليوم فطرتينا وغديتينا وجايبتي لنا فطاير نفطرهم وفحم تبوله وامنتي لنا الغدايات تعيشي ويعيش ايديكي ويعيش الخير في ديارك ان شاء الله. حبيبتي. وصلنا لنهايه الطريق للاسف كانت رحله ممتعه اليوم بصحبتك ورفقتك الطيبه. وجهنا على الشاشه كلمه من القلب للقلب لكل الناس لكل الشعب اللي عم يشوفك لكل الستات الطيبين اللي استفادوا وحتى كمان اللي ما عجبتهم الوصفه او مش على ذوقهم هيك كلمه من القلب للقلب. تفضل. الحمد لله بتمنى كل إشي يطلع ظابط
وبتمنى وزابط. كل واحدة الأمات كلهن اللي بتقدر تشتغل تشتغل، مش غلط إنها تشتغل لبيتها وأولادها وتساعد زوجها، وبشجع هذا المشروع أنا كثير يعني. شو كمان في بالك يا أم عصام؟ أم عصام في عندها مطبخ بالرمثة، أم عصام خجلانة. أم عصام عندها مطبخ بالرمثة، نعم، اسمه مطبخ أم عصام خويلة، بقدم كل أنواع الأكلات بس شعبي، والطبخات الشعبية والمدنية أي نوع ما بيخلى عني أي طبخة. ما شاء الله، الله يقويك. بقدر أعملها وتطلع معاي التوب الحمد أكيد لله. ما شاء الله، أكيد تطلع طوب من تحت هالإيدين الطيبة. أنا على الستوري هلأ الآن تحت الهواء بحط لكم رقمها لكل حدا، في ناس عم تطلب رقمك، هلأ بحط لكم رقمها اللي بحب يجرب أكلاتها. وهيك نكون وصلنا لنهاية الطريق اليوم بفقرة مطبخ يوم جديد، وضيفتنا الرمثاوية بأطيب الأكلات اللي هي وسام، فخر واعتزاز على صدر كل أردني وأردنية، لأنه هو ثقافتنا وهي ثقافة أجدادنا وأهلينا. بدي أودعكم وأستودعكم لله، والله خير الحافظين. ديروا بالكم على حالكم، اليوم في شوية برد بس الشمسات حلوين، اشربوا قهوتكم، ومنتمنى إن شاء الله نشوفكم غدا على خير وسلامة. ديروا بالكم على حالكم، بشوفكم بكرة، باي باي.